بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فالتفقه في الدين من أفضل الأعمال، والتفقه في الدين من علامة الخير للعبد المؤمن، وهذا هو معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أو هذا من ما يؤخذ من حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. إذن التفقه في الدين هو من خير العبد المؤمن. والله سبحانه وتعالى قال في كتابه: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ولو تأملت أنت معنى الآية، قول الله سبحانه وتعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، فإن العلماء يفسرون الآية بأن المقصود بالهدى هو العلم النافع، أن المقصود بالهدى هو العلم النافع، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. ودين الحق هو العمل الصالح، فالعلم النافع والعمل الصالح هما اللذان جاء بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا فالإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى يقول في فضل العلم وفي قول الله عز وجل: وقل رب زدني علما، يقول رحمه الله: وهذا واضح الدلالة في فضل العلم، لأن الله لم يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بطلب الازدياد من شيء إلا من العلم. وقل، أي يا نبينا قل رب زدني علما، فهذا مما يدل على عظيم فضل العلم. وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم مجالس العلم التي يتعلم الناس فيها العلم النافع، سماها النبي صلى الله عليه وسلم رياضة الجنة، سماها رياضة الجنة، فقال صلى الله عليه وسلم: إذا وجدتم رياض الجنة فارتعوا، أي مجالس العلم. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن العلماء، أي الذين يتعلمون العلم ثم يعلمونه لغيرهم، هم ورثة الأنبياء، أي هم أفضل الناس بعد الأنبياء. ولذا فإنه إذا تعلم الإنسان العلم فإنه كذلك يلزمه أن ينفق هذا العلم وأن يزكيه، فليس العلم مجرد أن يتعلمه الإنسان ثم يختزن هذا العلم ولا ينفقه ولا يزكيه، كما ربما يقع كثير من طلبة العلم في ذلك، لا بل واجب عليه أن ينفق هذا العلم وأن يزكي هذا العلم. وزكاة العلم إنفاقه، أي بذله في الناس. ولذا فإن الله سبحانه وتعالى جعل المكافأة في ذلك، فإن التقوى تكون مع العلم، وزيادة العلم تكون مع إنفاقه. قال الله تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله. انظر، فإن التقوى أعظم ما ينبغي أن يتحلى به من يطلب العلم ومن يعلم العلم. فالعالم
قبل طالب العلم يحتاج إلى العلم، فكيف بطالب العلم؟ والعلماء والعلم أفضل ما ينفق فيهم ومن أجله المال، ويبذل من فيه ومن أجله كل شيء. فالعلم أشرف ما يسعى ويبذل من أجله الإنسان، ولذا فإن العلماء هم أشرف الناس من هذا الباب. فالعلم أحق ما تصرف فيه الأوقات، إنك إن بذلت العلم في وقت لا تندم على هذا الوقت، قد تندم على بعض الأمور الأخرى بعد أن تفعلها وتقول ضيعت وقتي فيها. أما العلم فإنه لا تندم أبدا على لحظة أو ساعة أو يوم أو عمرك كله إن ضيعته أو إن بذلته، آسف، إن بذلته في طلب العلم. ولذا يرفع الله سبحانه وتعالى العلماء عن غيرهم، وأدلة ذلك كثيرة في كتاب الله سبحانه وتعالى. يقول الله سبحانه وتعالى: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ لا يستوون، لأن الذين يعلمون هم أفضل الناس فلا يستوون مع غيرهم. فبين سبحانه وتعالى ميزة الذين أوتوا العلم المقرون بالإيمان والعمل، المقرون بالإيمان والعمل. ثم أخبر سبحانه وتعالى أنه خبير سبحانه وتعالى بذلك. ونحن عباد الله من هذا الباب، وعملا بقول الله سبحانه وتعالى كذلك: وتعاونوا على البر والتقوى، نريد من خلال هذه الدورة العلمية أن نسير من خلال المنهج الذي نسير فيه في مسجدنا هذا منذ مدة، وهو المنهج المفيد للطالب الجديد. نريد أن ندرس من خلال هذا المنهج كتابين من كتب العلم، وهما كتاب أصول الإيمان، وهو مؤلف عن طريق مجموعة من العلماء، يأتي الكلام عليه في محله. وأما الكتاب الثاني فهو كتاب الملخص الفقهي. أما الأول فكما هو معلوم فهو يتكلم في العقيدة ويتفرع حول قضايا التوحيد، وأما الثاني فهو كتاب ملخص في أحكام الفقه الإسلامي. ونريد بإذن الله تعالى من خلال هذه الدورة الميسرة، نريد أن ننتهي من الكتابين في مدة محددة بإذن الله تعالى. أما الكتاب الأول أصول الإيمان، فإننا بإذن الله تعالى نريد ونرجو الله تعالى أن ننتهي منه في مدة 30 أسبوعا، هذا ما نرجوه، على معدل 10 صفحات في كل درس. فإن لم يتيسر فليكن في بإذن الله تعالى 40 أسبوعا، سنة 50 أسبوع، فإحنا بإذن الله تعالى أقصى مدة تكون إلى رمضان القادم إن شاء الله، بحيث ننتهي من الكتاب خلال هذه السنة على أقصى تقدير بإذن الله تعالى. هذا بالنسبة لكتاب أصول الإيمان. وأما كتاب الملخص الفقهي فإنه يرجى له أن ننتهي منه في 60 أو 70 أسبوعا بإذن الله تعالى، يعني ما يقرب من 1.5 عام. فإن ضاق بنا الحال فليكن إلى رمضان الذي بعد رمضان القادم إن شاء الله. ولذا فيكون هذا الكتاب مدة سنة على أقصى تقدير أصول الإيمان، ويكون كتاب الملخص الفقهي على أقصى تقدير في مدة 2 سنين. وأبشر يعني الإخوة، أقول إن دراسة كتابين على هذا النحو بإذن الله تعالى لفيها من الخير ما
به بإذن الله تعالى يحصل الإنسان، وأنا أقول الإنسان لا أقول طالب العلم، يعني احتراما لبعض الإخوة الحضور، أن وكلنا طلبة علم، أن فيهم من هو يعني تخطى ربما دراسة هذه الكتب. يعني بعض الإخوة ربما يقول أنا مستواي ربما يتجاوز مستوى هذه الكتب. أقول له إن دراسة الكتب عموما وتكرار ذلك لهو أعظم طريق لتثبيت العلم وزيادة العلم. واعلم أن هذه الكتب الميسرة هذه أعظم طريقة للمراجعة حتى للعلماء الكبار، حتى للعلماء الكبار. يعني إذا أردت أنت حتى في الدراسة حتى الدنيوية، إذا أردت أنت إذا أعطوك في الكلية مثلا كتابا أنت مقرر عليك، أسهل طريقة لأجل أن تدرس هذا الكتاب ماذا؟ هذه أسهل طريقة، معلوم ذلك بين حتى طلبة العلم في الأمور الدنيوية، أسهل طريقة لدراسة الكتاب أن تجعل له في أول الأمر ملخصا، تلخص الكتاب. فإذا لخصت الكتاب انبنت عندك الفكرة الأساسية وقعدت القواعد لهذا العلم، قعدت القواعد لهذا العلم وجعلت الأسس التي يقوم عليها هذا الكتاب، وهكذا. فإن الكتب الميسرة هذه من أعظم أسباب ثبات العلم، وكذلك أيضا تثقيله حتى عند العلماء. العالم من كثرة ما يتكلم في المسائل بتفصيل أحيانا تضطرب بعض المسائل عنده، ولذلك تلحظ حتى في كتب أهل العلم أحيانا الكتب المفصلة ترى له قولا وربما تجد له قولا آخر يعارض هذا القول من غير أن يشير إليه، إنه رجع مثلا أو أنه يعني رأى غيره أو كذا، أبدا، ربما يقول القول ويقول غيره لعله يكون قد نسي أو اضطرب القول من كثرة ما ازدحمت رأسه بالمسائل. وإذا بعض العلماء أحيانا عندما يتعرضون لمثل هذه المسائل يقولون وقد نقل عن فلان، نقل عن فلان القول والقولين المتعارضين وقد اضطربت عنده المسألة، ويقولون مثل ذلك، وهذا من كثرة الزحام. ولذا فمن فوائد دراسة الكتب الميسرة والمختصرة أنها تثبت عندك المسائل، تثبت عندك المسائل، رؤوس المسائل وأعمدة المسائل تثبت، بدل التفاصيل الطويلة في كتب الفقه الموسعة مثلا أو كتب العقيدة والتوحيد الموسعة، فتثبت عندك المسائل. وأنا أقول ذلك ترغيبا في عدم أو في التحذير من عدم المواصلة والمواظبة التي يقع فيها كثير من الإخوة عند بداية الدراسة وأثناء الدراسة. تجد عند بداية الكتب الجديدة تجد الأعداد من الإخوة تقبل على دراسة الكتاب، سرعان ما إذا مر باب أو بابين أو كتاب أو كتابين في الكتاب ترى الأمر يتدرج نزولا، وهذا تحذير كبير جدا. كان الشيخ محمد إسماعيل حفظه الله تعالى كان يقول كلمة جميلة جدا، كان يقول من أفشل طلاب العلم الطالب الذي لا يكمل كتابا، من أفشل طلاب العلم الطالب الذي لا يكمل كتابا، يوم كم باب كده ولا حاجة وخلاص بقين على كده. كذلك أيضا أرغب من لم يكن قد درس قبل ذلك دراسة منهجية مكتملة، ممكن بعض الحضور يكون ممن لم يدرس دراسة منهجية مكتملة، بمعنى أنه ممكن يكون إنسان جيد ويفهم ونحو ذلك لكنه لم يدرس دراسة منهجية،
وربما مر عليه وقتا في الالتزام ونحو ذلك، لكنه لم يدرس دراسة منهجية، يعني لم يتعود أن يأتي بالكتاب ويجلس في مجلس العلم ويدرس، إما لأسباب يعني أو يعني لأسباب متعددة، إما لخجل وحياء، وإما أحيانا مداخل شيطان والعياذ بالله، تقعد كده في وسط الناس وكده، أو أن ممكن مثلا بعض الطلبة اللي هم أنت الشيخ بتاعهم، أنت تقعد كده وجايب كتاب وقاعد معاهم، لا 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 مش صحش تبقى قاعد والناس اللي هي أنت بتعلمهم أنت قاعد معاهم، لا لا لا، يحرم بذلك الخير. ولذلك من أسباب حرمان الخير في العلم الكبر والحياء، الكبر والحياء. ولذلك أنا أرغب أيضا من لم يكن قد درس قبل ذلك كتبا ومنهجا، أقول له هذه فرصة بإذن الله، هذه فرصة وهذه بداية كتب، فيعني إلحق بالرقم من أوله لأجل أن تنتظم ويكون عندك على الأقل، ولا سيما تحزن كثيرا عندما ترى كثيرا من الإخوة يحفظ كثيرا من القرآن لكنه لا يعرف أحكام هذا القرآن ولا يعرف ما تحتويه هذه الآيات من أحكام. لماذا؟ لأنه اكتفى بمسألة ربما أحيانا أن يحفظ قرآن مثلا، هذا خير، لكن إياك أن تكون كالحمار يحمل أسفارا. ولذا كان السلف رضي الله عنهم كما قال عمر كنا نتعلم العشر آيات فلا نتجاوزها حتى نعلمها ونعمل بما جاء فيها، نعرف أحكامها وما اشتملت عليه ونعمل بما جاء فيها. ولذا أيضا هذا منهج فاسد الذي يشيعه بعض الناس، وربما بعض يعني الأفاضل ربما أحيانا خطأ كذلك يشيع هذا المنهج، وهو منهج احفظ القرآن أولا، احفظ القرآن أولا. نعم هذا يصلح مع بعض الأفراد لكن لا يصح أن يكون منهجا عاما، يعني نقول من يقدر على حفظ القرآن في مثلا ما يقرب من سنة نقول له اعزف على القرآن، اعزف عن العلوم الأخرى واجلس للقرآن. لماذا؟ لأنه سينتهي من القرآن في مدة أقصاها مثلا سنة، خلاص ابقى للقرآن ولا تفعل شيئا آخر وانتهي من حفظ القرآن، لأنه إذا انتهى من حفظ القرآن فيما يقرب من سنة تفرغ بعد ذلك للعلوم الأخرى. إنما أكثر إخواننا إن لم يكن تقريبا الكل ليست عنده هذه الهمة، يعني ما لا يقدر على حفظ القرآن مثلا في سنة. ولذلك من الخطأ أن يقال له احفظ القرآن أولا، طيب يقعد 5 سنين 10 سنين بيحفظ ولا فاهم أي حاجة، مش كده برضو؟ وخصوصا إذا كان هذا الإنسان أعجميا، أنا أحذر إخوة العاجم من هذا المنهج، خصوصا إذا كان أعجميا. لماذا؟ لأن الأعاجم في الغالب يمكثون مدة ثم يرجعون إلى بلادهم، طيب إذا كان هو سيمكث في بلاد هي أفضل بلاد العلم بفضل الله سبحانه وتعالى، مصر فيها من العلماء والدعاة ربما أكثر من سائر بلاد العالم، إذا كان سيمكث في هذه البلاد لأجل أنه يحفظ القرآن فقط، طب ما خلاص ما خليه قاعد في بلادهم ويعمل إيه ويحفظ هو في بلده خلاص وانتهى الموضوع. إنما هو عنده في بلد فيها العلماء ويترك العلماء ويجلس لأجل يتفرغ فقط للقرآن، لا بل نقول لهذا اعمل بالتوازي، اعمل به التوازي، طريقة التوازي. يعني ماذا طريقة التوازي؟ تحفظ القرآن وتدرس العلم. لماذا؟ لأن القرآن حتى إن لم يدركه هنا في البلاد إن أسست له أنا أسسا يحفظه في أي مكان في العالم. القرآن يتحفظ في السجن يا أخوانا، أغلب الحفاظ عندنا حفظ القرآن أين؟ في السجون، حفظوه في السجون. فلذلك نقول أن هذا المنهج في الحقيقة
يحتاج إلى نظر وضبط. ولذا فإننا بإذن الله تعالى نشرع في هذين الكتابين، فنكرر ونقول إياك أن يعني تكون كبعض هؤلاء الذين يتحمسون في أول الأمر ثم بعد ذلك يفترون. هذا أفشل أو من أفشل طلاب العلم. وجاهد نفسك في أن تكون مقاوما لوساوس الشيطان في ذلك. كان وعلى فكرة هذه مسألة يعني عامة يعني في غالب الدروس، لكن جاهد نفسك، جاهد نفسك في هذه المسألة. أما منهجنا في دراسة الكتابين فكما ذكرنا من قبل، فلكل كتاب ساعة إن شاء الله تعالى. يعني احنا السابعة الآن، احنا نعتبر المقدمة هذه اليوم فقط استثنائية، ثم سيكون بعد ذلك الدرس عبارة عن ساعة وساعة، كل كتاب له ساعة. وسنخصص بإذن الله تعالى أيضا مع الكتابين حوالي 10 دقائق من كتاب من كتب يعني آداب طلبة العلم، كتب الأخلاق، بين الكتابين كمن باب الفائدة يعني الإيمانية للإخوة بين الكتابين إن شاء الله تعالى. هذه الساعة الأولى إن شاء الله تعالى نبدأها من كتاب أصول الإيمان، نبدأها من كتاب أصول الإيمان، فنشرع في هذا الكتاب فنقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فهذا أول درس من الدروس، هذا أول درس من الدروس حول أو من كتاب أصول الإيمان. فهذا الكتاب ألفه مجموعة من العلماء، أشار إليهم يعني المجمع أو مجمع الملك فهد لطباعة المصحف في المقدمة من خلال هذه المقدمة التي ذكروها، ونحن سنتخطى هذه المقدمة وندخل إلى التمهيد. لكن أشاروا إلى أسماء العلماء الأفاضل الذين قاموا على هذا الكتاب، وهؤلاء العلماء الأفاضل هم الدكتور صالح ابن سعد السحيمي، والدكتور عبد الرزاق ابن عبد المحسن العباد، وهذا من أجل في الحقيقة علماء الحجاز الآن. يعني عبد المحسن عباد هذا يعني من أعلم يعني أهل الحجاز الآن، الشيخ عبد المحسن العباد، والدكتور إبراهيم ابن عامر الرحيلي كذلك أيضا، الذين أشرفوا كذلك على تخريج الكتاب الدكتور علي بن محمد ابن ناصر فقيه، والدكتور أحمد بن عطية الغامدي. فهؤلاء هم الذين ألفوا هذا الكتاب، ومجموعة أيضا من الكتب الأخرى كالفقه الميسر وبعض الكتب على نفس النسق، جزاهم الله خير الجزاء. أرادوا من هذا أو من هذه الكتب تسهيل الأبواب والفن أو المادة التي يتكلمون فيها بطريقة سهلة ميسرة تجمع لطالب العلم خلاصة هذا الباب. فنبدأ من التمهيد الذي قدم به الكتاب. قال: لا يخفى على كل مسلم أهمية الإيمان. كتاب يتكلم عن أصول الإيمان. قال: لا يخفى على كل مسلم أهمية الإيمان. إيه هي أصول الإيمان؟ قبل ما نبدأ أهو، إيه هي أصول الإيمان؟ يرفع إيده، محدش يجاوب من غير رفع إيده. ما هي أصول الإيمان؟ ها؟ لا، أنا عايز حد من الأعاجم. ما هي أصول الإيمان؟ أصول الإيمان. ها؟ أساس الإيمان. أي نعم، ما هي؟ عدها لي. تفضل. أي نعم. أي نعم. هذه أركان الإيمان أو أصول الإيمان. إحنا بعض طلبة العلم ربما متعود على تعبير أركان الإيمان. ما هي أركان الإيمان؟ يقول لك الإيمان بالله وملائكته وكتبه. أصول الإيمان هي أركان الإيمان، أي التي يقوم عليها الإيمان. والمقصود بالكتاب أن هذا الكتاب موضوعه عن هذه الأركان الستة. وهذه الأركان الستة اشتمل الكتاب على الكلام عليها بكل ما تعلق بها. ولذلك الكتاب إذا أردت أن تعرف قيمته اقرأ
فهرسهم. لذلك بعدما تخلصوا الدرس إن شاء الله كده أقعد بص في الفهرس تعرف عظيم القضايا التي ستدرسها إن شاء الله تعالى، قضايا أصول الإيمان كلها، فالإيمان بالله سبحانه وتعالى وما تفرع عن ذلك من قضايا التوحيد وقضايا عموم يعني الأسماء والصفات وغيره، كذلك أيضا ما تفرع عن الإيمان بالرسل وحقوق الأنبياء والمرسلين وما نعتقد في ذلك، كذلك ما تفرع عن القضاء والقدر، ما تفرع عن اليوم الآخر وغير ذلك من الأركان أو الأصول الست. ثم الكتاب أيضا اشتمل على مسائل متفرقة في العقيدة كالولاء والبراء، العقيدة في الصحابة، العقيدة في أمات المؤمنين، مسائل تتعلق بأئمة المسلمين، مسائل تتعلق بالبدعة ونحو ذلك. ولذا فالحقيقة الكتاب ممنهج بطريقة مبسطة جيدة جدا في جمع عقيدة يعني أهل السنة والجماعة، ثم كذلك التفرع والتفريع في قضايا من القضايا التوحيد ومظاهر كذلك الشرك والكلام عن محاربة ذلك ونقده والأدلة على بطلانه ونحو ذلك وقضايا أخرى كما أشرنا. قال: لا يخفى على كل مسلم أهمية الإيمان وعظم شأنه وكثرة عوائده وفوائده على المؤمن في الدنيا والآخرة، بل إن كل خير في الدنيا والآخرة متوقف على تحقق الإيمان الصحيح، فهو أجل المطالب وأهم المقاصد وأنيل الأهداف، وبه يحيى العبد حياة طيبة سعيدة وينجو من المكاره والشرور والشدائد، وينال ثواب الآخرة ونعيمها المقيم وخيرها الدائم المستمر الذي لا يحول ولا يزول. الإيمان يا أخوانا، الإيمان استحضروا المعاني الإيمانية وإحنا بندرس منهج، ودائما أنا أكرر هذه العبارة: لا يجعلك دراسة الكتب تنسى دائما آثار ما تدرس إيمانيا على قلبك، فالإيمان هو الذي من أجله كان هذا الكتاب وكانت هذه القضايا وكان الكلام حول هذه القضايا، الإيمان. قال الله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، لأن العمل الصالح لا يصلح بغير الإيمان وهو مؤمن، فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال تعالى: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. وقال تعالى: ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى. وقال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قال: والآيات في هذا المعنى في القرآن الكريم كثيرة، وقد دلت نصوص الكتاب والسنة على أن الإيمان يقوم على الأصول الستة، على أن الإيمان يقوم على الأصول الستة. الإيمان يا أخوانا الذي هو أعظم قضية يقوم على أصول ستة، على أعمدة ست. هذه الأصول أو هذه الأعمدة لها كذلك ما يحيطها وما بداخلها، يعني الإيمان أركان ستة وما تفرع عنها، فانظر إلى هذه القضية العظيمة وتفصيل الكلام فيها. قال: وهي الإيمان بالملائكة، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وقد جاء ذكر هذه الأصول في القرآن الكريم والسنة النبوية في مواطن عديدة، منها قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. وقال تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بماذا؟ بالله
واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. وقال تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. طب الآية دي هذه لم يذكر فيها الإيمان بالرسل، والآيات الأخرى لم يذكر فيها الإيمان بالقدر. لأما الإيمان بالقدر فسيأتي الدليل عليه. طب الآية هذه اللفتات يعني من باب النظر هل أنتم مستيقظون أم لا. الآية الأخيرة آية البقرة لم يذكر فيها الإيمان بالرسل، ها؟ ولم يذكر فيها الإيمان باليوم الآخر. نعم، طيب لم يذكر فيها الإيمان بالرسل بالفعل. أين بارك الله فيك، هذا الذي أقصده أنا، يعني هل هو فعلا لم يذكر أم ذكر؟ ذكر، آمن الرسول بما أنزل إليه، فذكر الله عز وجل وصفه، ما قال آمن محمد، إنما قال آمن الرسول. نعم. وقال تعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر. فهذه أركان الإيمان قد جاءت الأدلة عليها في الكتاب والسنة مجتمعة أو متفرقة. نعم. وثبت في صحيح مسلم من حديث عمر بن الخطاب المشهور بالحديث أو بحديث جبريل أن جبريل سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. فهذه أصول ستة عظيمة يقوم عليها الإيمان، بل لا إيمان لأحد إلا بالإيمان بها، وهي أصول مترابطة متلازمة لا ينفك بعضها عن بعض، فالإيمان ببعضها مستلزم للإيمان بباقيها، والكفر ببعضها كفر بباقيها. الذي يكفر بركن واحد من هذه الأركان يكفر بالله. اليهود والنصارى هل آمنوا بالرسل؟ يكفرون بالله عز وجل ولو من هذا الباب وحده. فمن لم يؤمن بالرسل لا يكون مؤمنا، وإن أتى بالأركان الخمسة الأخرى. من آمن بخمسة أركان ولم يؤمن بركن واحد من هذه الأركان، الملائكة مثلا، من لم يؤمن بالملائكة لا يكون مؤمنا، من لم يؤمن بالقدر لا يكون مؤمنا، وهكذا. قال: ولذا كان متأكدا في حق كل مسلم أن تعظم عنايته واهتمامه بهذه الأصول علما وتعلما وتحقيقا. وفيما يلي بيان ما يتعلق بالأصل الأول من هذه الأصول وهو الإيمان بالله، سأشرع في الكلام عن أول أصل وأعظم أصل وأصل الأصول وهو الإيمان بالله، فهو الأصل الذي تتفرع عنه كل الأصول. قال الباب الأول: الإيمان بالله. قال: إن الإيمان بالله عز وجل هو أهم أصول الإيمان وأعظمها شأنا وأعلاها قدرا، بل هو أصل أصول الإيمان وأساس بنائه وقوام أمره، وبقية الأصول متفرعة منه راجعة إليه مبنية عليه. لأن من لم يؤمن بالله لا ينفعه ما بعد ذلك، بل هو لم يؤمن في الحقيقة بما جاء بعد ذلك. الذي لا يؤمن بالله لن يؤمن بما جاء من الأركان الأخرى، لأنه من الذي أخبر بالأصول الأخرى؟ الله سبحانه وتعالى عن طريق الرسل. نعم. قال: والإيمان بالله عز وجل هو الإيمان بوحدانيته. بدأ يتكلم عن أول أصل. والإيمان بالله عز وجل هو الإيمان بوحدانيته سبحانه في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. هذا مجمل الكلام عن الإيمان بالله. إذا كنت تؤمن بالله تعالى لابد أن تؤمن بهذه القضايا العظيمة الثلاث، هذه إجمالا الآن وسيأتي عليها التفصيل، أن تؤمن بوحدانية الله في هذه الأمور. قال: في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. فهذه أصول ثلاثة يقوم عليها الإيمان بالله،
بل إن الدين الإسلامي الحنيف إنما سمي توحيدا لأن مبناه على أن الله واحد في ملكه وأفعاله لا شريك له. ده توحيد إيه بقى؟ في ملكه وأفعاله، توحيد إيه؟ الربوبية. وواحد في ذاته وأسمائه وصفاته لا نظير له. توحيد ألوهية برضه، توحيد الأسماء والصفات. وواحد في ألوهيته وعبادته لا ند له، توحيد الألوهية، توحيد العبادة. نعم. وبهذا يعلم أن توحيد الأنبياء والمرسلين ينقسم إلى ثلاثة أقسام. قوله توحيد الأنبياء والمرسلين يعني الذي جاءت به الأنبياء أو الذي جاء به الأنبياء والمرسلون. نعم. ينقسم إلى ثلاثة أقسام. هذه الأقسام أخذها العلماء بالاستقراء والتتبع من أدلة الكتاب والسنة. القسم الأول توحيد الربوبية، وهو الإقرار بأن الله تعالى رب كل شيء ومليكه وخالقه ورازقه، وأنه المحيي المميت النافع الضار المتفرد بالإجابة عند الاضطرار، الذي له الأمر كله وبيده الخير كله وإليه يرجع الأمر كله، لا شريك له في ذلك. وسيأتي تفصيل عن ذلك، هذا إجمال، وسيأتي عليه تفصيل لكل نوع من أنواع التوحيد. القسم الثاني توحيد الألوهية، وهو إفراد الله وحده بالذل والخضوع والمحبة والخشوع والركوع والسجود والذبح والنذر وسائر أنواع العبادة، لا شريك له. القسم الثالث توحيد الأسماء والصفات، وهو إفراد الله تعالى بما سمى ووصف نفسه في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، وتنزيهه عن النقائص والعيوب ومماثلة الخلق فيما هو من خصائصه سبحانه، والإقرار بأن الله بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير، وأنه هو الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، له المشيئة النافذة والحكمة البالغة، وأنه سميع بصير رؤوف رحيم، على العرش استوى وعلى الملك احتوى، وأنه الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، إلى غير ذلك من الأسماء الحسنى والصفات العلى. ولكل قسم من هذه الأقسام الثلاثة دلائل كثيرة من الكتاب والسنة. فالقرآن كله في التوحيد وحقوقه وحقوقه وجزائه، وفي شأن الشرك وأهله وجزائهم. يعني سيأتي الكلام عن كل قسم مما سبق من هذه الأقسام الثلاثة مفردا، ثم ينوه إلى مسألة عظيمة الأهمية في الحقيقة على الإيمان وأثر ذلك على قلب المسلم، وهي أن القرآن كله لو تأملته ستجد أنه كله يقوم على التوحيد. كل القرآن يقوم على التوحيد، إما على حقوق التوحيد وإما على جزاء التوحيد. يعني حقوق التوحيد ما يجب في حق الله تعالى وما يجب على المؤمنين في حق ربهم، وجزاء ذلك أي جزاء الموحدين وما عد الله له. وهذا من خلال الكلام عن أهل الإيمان وأهل الكفران وما كان من حال الفريقين. فتجد أن القرآن كله، أنت الآن لو فتحت أي صفحة في المصحف، أي صفحة في المصحف، ستجد أنه كله يقوم على التوحيد. ما من آية إلا وهي تخدم التوحيد. حتى القصص إنما كان لأجل التوحيد، لأنه يحكي صراع الأنبياء مع الكفار والمشركين وتثبيت المؤمنين ونحو ذلك، لأجل قضية التوحيد، لأجل قضية التوحيد. قال وهذه الأقسام الثلاثة للتوحيد قد أخذها أهل العلم بالاستقراء والتتبع لنصوص الكتاب والسنة. هو بيشير الإشارة دي لأنه قد خرج يعني من الناس من يعني نسأل الله العفو والعافية، ليس يعني من أهل العلم ولا شيء، إنما بعض المشغبين يعني خرج ربما في وقت من الأوقات يقول هذا تعريف محدث، مسألة تقسيم التوحيد إلى
ثلاثة أقسام أو إلى قسمين ونحو ذلك. فالحقيقة هذا في الحقيقة يعني جهل ب يعني هذه القضية العظيمة. نعم. قال وهو استقراء، قال فقد أخذها أهل العلم بالاستقراء والتتبع لنصوص الكتاب والسنة، واستقراء تام لنصوص الشرع أفاد هذه الحقيقة الشرعية، وهي أن التوحيد المطلوب من العباد هو الإيمان بوحدانية الله في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، فمن لم يأتي بهذا جميعه فليس بمؤمن. الذي لا يأتي بالتوحيد على هذا النحو ليس بمسلم، ليس بمؤمن. فإن بعض الناس ربما أتى بتوحيد الربوبية، وهذا غالب حال أهل الأرض، أكثرهم أتى بتوحيد الربوبية كما سيأتي، ولكن لم ينفعهم هذا التوحيد وحدهم. فالتوحيد الذي ينفع لابد أن يشتمل على أنواعه الثلاثة، لابد أن يشتمل على أنواعه الثلاثة. قال وفيما يلي فصول ثلاثة، في كل فصل منها بيان لقسم من هذه الأقسام. قال الفصل الأول توحيد الربوبية. قال المبحث الأول معناه وأدلته من الكتاب والسنة والعقل والفطرة، يعني أدلة توحيد الربوبية من الكتاب ومن السنة ومن العقل ومن الفطرة. أولا تعريفه، قال لغة الربوبية مصدر من الفعل ربب ومنه الرب، فالربوبية صفة الله وهي مأخوذة من اسم الرب، والرب في كلام العرب يطلق على معان منها المالك والسيد المطاع والمصلح، وكذلك أيضا يدخل في هذه المعاني الذي رب بالنعم، الذي رب بالنعم. فالسيد عند العرب دائما هو المعطي لمن يقوم على أمره، كذلك أيضا هو مطاع، كذلك أيضا هو الذي يصلح شأن من يقوم عليه ونحو ذلك في هذه المعاني. ولذا ففي الاصطلاح الشرعي لمعنى الربوبية قال فإن توحيد الربوبية هو إفراد الله بأفعاله. حقيقة هذا من أيسر التعاريف، ولذا فيحفظ ويفهم المعنى إفراد الله بأفعاله. ولذا عندما نأتي إلى مثلا توحيد الألوهية يكون التعريف إفراد الله بالعباد، يعني مقابل المعنى كده المبسط ده إفراد الله بأفعاله، إفراد الله ب يعني إيه بالعباد؟ في حد قال أفعال العباد؟ مش كده؟ ماشي، أفعال العباد التي يقصد بها ماذا؟ التعبد فعلا. نعم. ولذلك كما أكرر دائما أقول لكم، كان إخوة قديما يعني يقولون لنا تعبير عامي جدا لكنه جميل، كانوا يقولون لنا توحيد الربوبية مكان من فوق ليش لتحت، يعني حتى تثبت يعني المسألة عندك، مكان من فوق لتحت، يعني من الله إلى خلقه، كان من الله إلى خلق، أفعال الله في الخلق من إحياء وإماتة ومنع وإعطاء ورزق وتدبير وتصريف وإحياء وإماتة وغير ذلك. توحيد الألوهية ما كان من العباد إلى الله سبحانه وتعالى. قال أما في الإصطلاح فإن توحيد الربوبية هو إفراد الله بأفعاله، ومنها الخلق والرزق والسيادة والإنعام والملك والتصوير. التصوير مقصود بماذا؟ تخليق الإنسان يعني، وتخليق عموم الخلق، تخليق عموم الخلق، يصور سبحانه وتعالى الخلق كما يشاء، والعطاء والمنع والنفع والضر والإحياء والإماتة والتدبير المحكم والقضاء والقدر وغير ذلك من أفعاله التي لا شريك له فيها. ولهذا فإن الواجب على العبد أن يؤمن بذلك كله،
لا خالق غير الله، لا رازق غير الله، لا منعم غير الله، لا مالك غير الله، لا محي غير الله، لا مميت غير الله، لا ولي غير الله، وهكذا سائر صفات الربوبية لله سبحانه وتعالى. أما الأدلة فمن الكتاب قوله تعالى: خلق السماوات بغير عمد ترونها، وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، وبث فيها من كل دابة، وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم، هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. هذه الآية اشتملت على بعض يعني أحوال الخلق التي خلقها الله سبحانه وتعالى. وقال تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. وأما السنة فما رواه الإمام أحمد وأبو داود من حديث عبد الله بن الشخير رضي الله عنه مرفوعا، وفيه قال السيد الله تبارك وتعالى، وفيه أنهم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: سيدنا وابن سيدنا. قال السيد الله، وليس هذا معنى حرمة قول سيدنا للرسول صلى الله عليه وسلم ولا لغير الرسول صلى الله عليه وسلم، فيجوز هذا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ذلك لأجل أن يعظموا في نفوسهم ربهم قبل تعظيم أي مخلوق. وقد ثبت في الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في وصيته لابن عباس رضي الله عنهما: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام ودفت الصحف. وهذه من صفات الربوبية لله تعالى، أنه سبحانه وتعالى خلق الخلق وقدر لهم مقاديرهم سبحانه وتعالى وجفت بها الأقلام، فكل شيء قدر وكل شيء انتهي من تقديره. ولذا فإن الله سبحانه وتعالى يعلم كل شيء، ولذلك فإن هذه من صفات ربوبية الله تعالى التي إذا علمها المسلم عظم حبه لله تعالى وقوي قلبه بالله سبحانه وتعالى، لأنه يعلم عند ذلك أنه لا يقدر أحد على أن يفعل به أو له إلا ما قدره الله سبحانه وتعالى. أما دلالة العقل على الربوبية، قال: دل العقل على وجود الله تعالى وانفراده بالربوبية وكمال قدرته على الخلق وسيطرته عليهم، وذلك عن طريق النظر والتفكر في آيات الله الدالة عليه، وللنظر في آيات الله والاستدلال بها على ربوبيته طرق كثيرة بحسب تنوع الآيات، وأشهرها طريقان وأشهرها طريقان. الطريق الأول قال: النظر في آيات الله في خلق النفس البشرية، إن العقل ينظر في هذه الآيات ويفكر في هذه الآيات. قال: وهو ما يعرف بأدلة الأنفس، فالنفس آية من آيات الله العظيمة الدالة على تفرد الله وحده بالربوبية لا شريك له، كما قال تعالى: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. يعني انظر في نفسك ستجد من آيات الله وعجائب خلقه سبحانه وتعالى في نفسك أنت ما يجعلك تقول لا إله إلا الله، أي توحده في ربوبيته وتقر له بالعبادة سبحانه وتعالى. قال وقال تعالى: ونفس وما سواها. ولهذا لو أن الإنسان أمعن النظر في نفسه وما فيها من عجائب صنع الله لأرشده ذلك إلى أن له ربا خالقا حكيما خبيرا، إذ لا يستطيع الإنسان أن يخلق النطفة التي كان منها، أو أن يحولها إلى علقة، أو يحول العلقة إلى مضغة، أو يحول المضغة عظاما، أو يكسو العظام لحما. سبحان الله العظيم، هذا كله من خلق الله وتقدير الله فيك
وهذلك آيات من آيات الله فيك. الطريق الثاني النظر في آيات الله في خلق الكون نظرة أوسع شوي. النظرة الأولى في نفسك، ستجد عجيب خلق الله في نفسك، فكيف إذا نظرت في العالم كله من حولك؟ قال بدلالة الآفاق، يعني الأوسع، العالم الأوسع. قال وهذه كذلك آية من آيات الله العظيمة الدالة على ربوبيته. قال الله تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم، يعني انظر في العالم كله الواسع الفسيح تجد آيات عجيبة، وفي نفسك حتى يتبين لهم أنه الحق. أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد؟ قال ومن تأمل الآفاق وما في هذا الكون من سماء وأرض وما اشتملت عليه السماء من نجوم وكواكب وشمس وقمر وما اشتملت عليه الأرض من جبال وأشجار وبحار وأنهار وما يكتنف ذلك من ليل ونهار وتسيير هذا الكون كله بهذا النظام الدقيق، دله ذلك على أن هناك خالقا لهذا الكون، موجدا له، مدبرا لشؤونه. وكلما تدبر العاقل في هذه المخلوقات وتغلغل فكره في بدائع الكائنات علم أنها خلقت للحق وبالحق، وأنها صحائف آيات وكتب براهين ودلالات على جميع ما أخبر به الله عن نفسه وأدلة على وحدانيته. قال وقد جاء في بعض الآثار أن قوما أرادوا البحث مع الإمام أبي حنيفة في تقرير توحيد الربوبية. حقيقة أن توحيد الربوبية قل في العالم من ينكره، قل في العالم من ينكر توحيد الربوبية. ولذلك قال الله تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. ولذا لما جاءت الرسل إلى أقوامهم كانت حجة الرسل على أقوامهم من خلال إقرارهم بالربوبية، كان ذلك من خلال إقرارهم بالربوبية، وهذا سيظهر معنا عندما نتكلم عن توحيد الإلهية. نعم. فقال لهم أبو حنيفة رحمه الله، هؤلاء القوم كانوا فيهم شيء من الإنكار لمعاني الربوبية، فقال لهم أخبروني قبل أن نتكلم في هذه المسألة عن سفينة في دجلة، دجلة اللي هو النهر المشهور، عن سفينة في دجلة نهر دجلة يعني تذهب فتمتلئ من الطعام وغيره بنفسها وتعود بنفسها، يعني تدخل المواني، تدخل المواني تعبئ ما يعني من الأطعمة والبضائع ونحو ذلك وتنطلق في النهر تمشي وتأتي إلى الميناء الأخرى بنفسها بلا قائد. قال لهم هذه سفينة تفعل ذلك. نعم. قال وتعود بنفسها فترسو بنفسها وترجع، كل ذلك من غير أن يديرها أحد. فقالوا هذا محال، لا يمكن أبدا. قالوا له إذا الكلام هذا، تقول أنت سفينة تمشي هكذا وترسو هكذا، هذا محال أبدا. فقال لهم إذا كان هذا محالا في سفينة فكيف في هذا العالم كله علوه وسفله؟ إذا كان أنتم تستبعدون سفينة أن تفعل هذا بغير قيادة، بغير أن يكون أحد هو الذي يوجه، فكيف بهذا العالم تقولون أنه لا موجه له ولا مصرف ولا مدبر لشؤونه؟ أي نعم. ولذلك الأعرابي في هذه القصة المشهورة، الأعرابي الذي كذلك استدل على الربوبية بفطرته أيضا، لما يعني مر على البعر فقال البعر يدل على البعير، يعني تعجب من هؤلاء الذين ينكرون وجود الله، قال البعر يدل على البعير، البعر اللي هو يعني أثر يعني براز البعير أو تبرز البعير، البعر يدل على البعير والأثر يدل على المسير، يعني إذا وجد إنسان بعض يقول لابد أن هناك هنا كان بعير، والأثر يدل على المسير. سماوات ذات أفلاك
وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج، ألا يدل ذلك على الصانع الوهاب؟ يعني كل هذا لا يعجبكم في إثبات وجود الله سبحانه وتعالى؟ فنبه إلى أن اتساق العالم ودقة صنعه وتمام خلقه دليل على وحدانية خالقه وتفرده سبحانه وتعالى. فهذا يعني قدر من الكلام عن توحيد الربوبية، نقف عليه إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى، وننتقل إلى كتاب الملخص الفقهي. ما معنى ثلمة الضبة؟ الثلمة يعني الكسر، الكسر. نعم. هل يجوز شراء سيارة ويكون السداد للبنك الذي سيتقاضى فائدة في السنة الثانية والثالثة لأن أقساطها على 3 سنوات، فيعطي عن الفائدة فيعفى من الفائدة في السنة الأولى؟ هذا ربا، هذا ربا، سواء كانت الفائدة في السنة العشرة السنة الخامسة هذا ربا. لكني أخشى أن يكون صاحب السؤال يعني ربما التوضيح للمسألة غير جيد. أحيانا بعض الناس يسمي البيع بالتقسيط، الزيادة على البيع بالتقسيط يسميها فائدة من باب الفهم أنها فائدة ربوية يعني أو أنه ربا. لو كان البيع بالتقسيط وصاحب أو البائع يأخذ زيادة على السعر المعتاد منجزا اللي هو الفوري يعني هذا جائز، هذا جائز. يعني هذا الكتاب يباع ب10 أو ب10 جنيهات مثلا منجزا يعني فوري، فمن أراد أن يشتريه مقسطا فصاحب الكتاب يبيعه ب15 مثلا، لا حرج في ذلك، وهذا بيع وليس قرض، هذا بيع وليس قرضا. لكن الذي فيه الحرج هو أن يبيع بيعتين في بيعة، يقول هذا الكتاب كذا بكذا ب10 وب15 تقسيط، فيأخذه من يأخذه من غير أن يحدد، يقول له أنا سأخذ الكتاب ثم بعد ذلك أرد عليك أو أتفق معك أو نحو ذلك، أو يأخذه مثلا مقسطا 15 ثم بعد شهر أو شهرين أو نحو ذلك يقول له طب أنا لو أعطيتك 10 كاملة، أعطيك 10 كاملة أريد أن أجعله، أريد أن أجعله منجزا، هذا لا يجوز، هذه بيعتين في بيعة. لماذا؟ لأنه باع بيعة في المرة الأولى ويبيع بيعة في المرة الثانية في نفس البيعة. لكن يجوز هذه الصورة الأخيرة التي ذكرتها أنا، يجوز أن تكون من صاحب السلعة، صاحب السلعة يجوز أن تكون منه. مثاله باعه هذا الكتاب مقسطا ب15 وكان منجزا ب10، فأثناء الدفع والتقسيط قال صاحب السلعة للمشتري إن أعطيتني 10 منجزة تجاوزت عن الباقي المقسط، جاز، جاز هذا. لمن؟ لأن من الذي عرض ذلك؟ صاحب الحق، وصاحب الحق تنازل عن شيئا من حقه أو عن شيء من حقه. لكن أما المشتري فلا يجوز له ذلك، فلا يجوز له ذلك إلا في حالة واحدة، إن عجز عن السداد وتجاوز الميعاد، يعني عجز عن السداد والميعاد عدى وتجاوز الميعاد، فيجوز له أن يأتي إلى صاحب السلعة البائع يعني ويقول له تجاوز عني، تجاوز عن شيء من فيما أنت لك علي، كما فعل جابر بن عبد الله رضي الله عنه مع الغرماء بعد موت عبد الله بن حرام، فإنه شفع عند النبي أو كلم النبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع له عند الغرماء،
فكلمهم النبي صلى الله عليه وسلم فرضي بعضهم ولم يرضى البعض الآخر، فدل ذلك على الجواز بهذه الصورة، وهي أن يكون ذلك بعد الأجل، انتهى الأجل وعجز عن السداد. لكن لو أن إنسانا تعمد عدم السداد حتى ينتهي الأجل، مسألة فقهية عند واحد سيء للقلب، تعمد عدم سداد القيمة حتى ينتهي الأجل ثم قال له أعطيك كذا وتتجاوز عن الباقي، هذا ربا وأكل مال بالباطل. لماذا؟ لأنه فعل ذلك تحايلا، فعل ذلك تحايلا. نعم. هل العذر بالجهل في الشرك الأكبر؟ مثال المسلم سأل ميتا أو طاف بقبره، هل يكفر بمجرد فعله ذلك؟ لا طبعا لا يكفر، حتى ولو كان في بلاد الإسلام التي تشبه بلادنا أو بلاد حتى السعودية. لماذا؟ لأن هذه المسألة لا يزال كثير من المسلمين يجهلها، لا يزال كثير من المسلمين يجهلها، فيقال هذا كفر لكن يعلم هذه المسألة. فأقول أنه لا يكفر مجرد أن يفعل الفعل، وكذلك العذر بالجهل، نعم هناك مسائل لا يعذر فيها الناس بالجهل، لكن هذه المسائل تتفاوت وتختلف باختلاف الزمان والمكان وظروف الإنسان نفسه. قد تجد إنسانا يفعل الكفر مكرها وأنت لا تدري، فلابد أن تنظر هل هو مكره أم لا. قد تجد إنسانا يفعل الكفر وهو يجهل، فلابد أن تنظر هل هو جاهل أم لا. قد تجد إنسانا يفعل الكفر وهو لا يعلم أن هذا كفر أصلا، هو عالم بالشرع وفاهم وكل حاجة بس مش عارف أن المسألة دي نفسها كفر ونحو ذلك. ولذلك المسائل التي ليس فيها عذر بالجهل لا نستطيع حصرها. البعض بيظن أنك تستطيع حصر المسائل التي ليس فيها عذر بالإيه؟ بالجهل. لا، هذا يختلف باختلاف المكان والزمان. في المملكة السعودية من يسب دين الله علانية مثلا هذا كافر بالله قولا واحدا، قولا واحدا. أنا عندي هنا في مصر اللي يسب دين الله سبحانه وتعالى كافر ولا يعذر بالجهل. أنا عندي أنا شخصيا أخذ بهذا القول، اللي يسب الدين كافر مرتد ولا يعذر بالجهل. وأنا أقول الدليل على هذه المسألة ماذا؟ أنه من يسب دين الله هنا في مصر يقصد الدين، يقصد الملة، يقصد الشرع، بدليل أن كثير منهم بعد ما يسب الدين ربنا سبحانه وتعالى يقول ماذا؟ مش كده؟ يقول له استغفر الله العظيم يا رب، يعني عارف أنه عمل ذنب، وكثير منهم يقول كلمة تانية تبين بقى أكتر، يقول له كفرتني، مش كده؟ فلذلك فهذا في الحق عارف أنه ده كفر، حتى العيال الفجرة اللي بيسبوا الدين بره في الشوارع دول عارفين أنه ده كفر. ولذلك من سب دين الله هذا مرتد ولا يعذر بالجهل. هذه مسألة. طيب لو أنت بقى رحت مثلا بلاد مثلا زي بلاد مثلا إيه آسيا كده فوق، قد تجد مثل ذلك لكنه جاهل. قد تجد من يزني ويصلي جاهل ولا يعرف، وهكذا. حكم الماء المعطن داخل مواسير المياه حيث يكون له طعم ورائحة في الطهارة. لا، هذا الماء ماء طهور أيضا. لماذا؟ لأنها لم تغلب عليه الإيش؟ هذه العطانة لم تغلب عليه. حكم ما أنت لو نظرت في ماء الترع والأنهار ستجد يخالطه نجاسات ويخالطه أشياء كثيرة جدا لكنها لم تغلب عليه. حكم صرف المرتب من البنك عن طريق الفيزا كارد حيث قام صاحب الشركة بتحويل مرتبات العاملين بالمنشأ إلى صرفها عن طريق البنوك، لا بأس عليك، اذهب وخذه من البنك لا بأس عليك، هو الذي سيحاسب على ذلك إن كان له غرض ربوي. أما لو كان هو من باب الخوف، في بعض الناس من باب الخوف ونعذره أصحاب الشركات يعني من باب الخوف، لأن الأمن في الحقيقة المرحلة هذه فيه نوع من الانفلات،
فبعض اللصوص بيدخل الشركات يسرق الخزائن ويضرب الصرافين ويأخذ الأموال، فهو يصرفه عن طريق البنك أمنة له يعني. خلاص ما فيش حرج، لو هو من هذا الباب فيش مانع، لكن لو أنه تعامل مع بنك إسلامي أفضل. السجدة الثانية الركعة الأولى سجد كثير من الإخوة قبل الإمام لأنهم سمعوا تكبير الأخ الذي يردد، فظنوا أن أي خطأ حصل أثناء الصلاة من المأموم وهو مع الإمام يجبره الإمام، يجبره الإمام، الإمام يتحمل عن المأموم كل ذلك. قولوا قولي هذا وأستغفر الله. والسلام عليكم. على هدي الصحابة والسلام خير القرون مكانة في الأمة، نحدو وإن قل اتباع وغيرنا من كل مبتدع يزيد الكمّة.